نقار نقار وي شكون؟ من قريب من قريب. شكون؟ صاحبك وحبيبك. منور. وينك اخويا النقار؟ تفضل منور. مولا باش جاي. تفضل شحب عندي؟ عجب. يا اخي ما في مالكش تحضر التجول وحضر الصحي. ترى حضر تجول انا خايف من كورونا. ما تلعبش بروحك، ما تلعبش بروحك، كان يشدوك تعرف ايش يعملوا فيك. برا يا عمي برا. النقار خايف من كورونا. ايش نسلم على اخوك؟ يا ودي ما تغادي، يا ودي ما تغادي، يهديك ربي، يهديك ربي. لا تسلم علي لا تسلم عليه. يا ودي متهنى معقم حاضر، تعرف فوق ديما معقم. والله تعرف الحاجة الباهية في هاي الكورونا اللي هي نحت لنا البوس ونحت لنا برشا نفاق. اي البوس ما يتنحاش يا نقار. تعرف انا البوس لا يبوسوني. تعرف انا في الحجر الصحي قعدت وحدي استنبطت حاجة جديدة يا نقار. نور. تطلع عملت تدوية بتاع كورونا. لا 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 استنبطت سيدي تسليمة وبوسة صحية 100%. عجب. والله. لو انت جاي معناتها تكتل لي في كرايمي ومخرجني من البراد وتنعمل في كتاي عامل كيف بتقول لي لقيت طريق نتاع بوس جديد. لا لا جرب عند واحد اخر جاي تجرب فيه في البوس. نحب نورمال نحب نوريك راه مخي انا كي يحب يصمت ديما يخت والله بوسه صحيه تسليمه صحيه 100%. والله سلم هكا بالرجل هكا شنو وبالرجل هكا ومن بعد تعمل هكا عليه يا بابا بغل التعاضديه قدام فين نسكر ثاني شبيك نورمال. والله العظيم هاي الكورونا هذه ما تبعد الا ما تتوخوشكم وتهبيكم في فخاخكم. تفضل اش تحب تو يا نقار هذه طريقه صحيه باش ما عادش تتعديه بالكورونا باش ما تخافوش من بعضكم. انت اش تحب تو جاي؟ قرب لي جاي عادي يهديك ربي. والله لا صار ثم مسافه امان. والله خايف من الكورونا. تفضل اش تحب يا عجبي ما تشيح لي جريك ما قلتش نمشي على روح. تعديت لك للحانوت. حانوت العطريه. اي تعديت لك تو نقار مسكر. قلت خلينا نجيك للدار. يا اخي ما بالكش بين تسكر الاربعه. هو الاربعه ساره ولا التسكير. اي اسمعني ثلاثه جاي باش تخلص فيه، اما حتى انت راك بتيت علي. راك بتيت علي المره هذه جيت الحق نتاع ربي. مش خالص ماشي بتيت عليك يا نقار. في الكريدي انا نحبها من عندك. تشبيك يا نقار؟ تشبيني يا شكون باش يخلص الكريدي توا بابا؟ شبيك؟ بلاد حابسه قالت تي امريكا وحبست يا نقار. امريكا بكل القوه العظمى. اي قاعده تشارك في الاتحاد الاوروبي كيفاش انت قاعده امريكا في الاتحاد الاوروبي ما شنو يتولاك ربي يا نقار والله قالك ترامب يلوج منين يتسلف يحب على يدبر شويه مصروف وشويه مساعدات ما لقاش ما لقاه والله الناصر الناصر القهواجي اي الناصر قيس سعيد يتعدى يعمل قهوه يحكي لي قال لي والله يطلب قيس سعيد يتسلف منها في مساعدات وترفع فيها بليز يا منور يدي بالله ما تهبلني قعدت تعرفني نكذب عليك ترامب اي يستلف من قيس اي وبالله مارا قيس قال له والله افطر الشهريه من الكورونا هذه ومن دفعتها للشعب التونسي والله قال كحشوميه بعت له 20 دينار ونحالها حتى والله راشد والله راشد مش في وجه قلت له والله بعت له 20 دينار ونحالها كمامه من فما مساعدات بعثها في بالك هذيك ما يذن وجوهنا قدام الدول الكل مالا شو مالا لا لا عجبني في الجست هذه عجبني ايه انت تحب الحق ومش تبدو عاد تسبلوا لقيتها سبه الكورونا انت ما خلصتونيش ما غير الكورونا خلي عاد تو هبطت عليكم الكورونا اللي هذه تولي تسل في روحها لا لا تهنى خوك ما تخافش منه انكردي ونجيك وش تعرف خوك انت انت اش تعرف خوك في الكريدي نجيك انت ولا هاي نعرفك ساقط وبلعوط عجب ما غير ما يحكوا عليك لا الحق نعرف هاك نقار الحق نقول حتى على روحي وراس خويا وراس خويا يا نقار تكمل الكورونا وراس خويا وراس خويا ما نهز خويا ونعملوا له حفله لين تشوف الدي ستار على خويا ستار ستار بابا الله ما كان اعظم هكا من الكذب نتاعك والله قلت لك والله يا نقار وراس خويا تكمل الكورونا وراس خويا ما نعملوا له حفله انا وياك اخلط انت اش تحب لين تشوف الديك حمار بره لا نشوف الديك حمار ولا نشوف النعجة ذيب انت اش تحب جاي شكون اللي طلبني تو يا رسول الله كمل تليفونك صح وانا التليفون يا رسول الله ما خرجوك والله ما خرجوك يا خويا ما يعرفونيش استاك الاربعة يطلبوا فيا يطلع وجه ريت وسع بالك وسع بالك راك محبوب راهم يحبوك الو هلا اخويا وين الحمد لله لاباس لا 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 ما ثمش هاي ما ثمش والله العظيم لا ثم وراس ولادي لا ثم وراس سيد عباس لا تكسب هاي يراني نترزيف شبابي لا عندي نقسم بالله العظيم ما نكسبها والله ما عندي وراس سيد بو نقاد لا نكسبها طب شنو نبخل عليكم لي هكا هذا حديث تو يا ودي والله ما عندي يا رسول الله هكا تو عليه
والله لا ما عنديش ما عنديش هود ورحمة أمي الغالية لا عندي عجب والله اللي العباد هذه لا تب ريت العباد مش بها مش يحبها والله يجيب عسلي عندك اسمي هون نقول والله لا عندي والله ملا حالة ملا حالة والله برش عباد ما تفهمش راحها يا غريب والله شيء غريب تحلفلها تقعد تحلفلها ما يمنوش ريت هاك انت شبيك سبحان الله انت فهمت سبحان الله شبيك انت فهمت والله يا غريب انا بقبات العباد هابط على السميد وهابط على الواحد بي 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 خويا اللهفة اللهفة عند العباد ندوختني والله راني دخت ريت المخ هابطين على السميد تكونس غادي لهفة ياسر على السميد والله ما تصبتنا الكورونا كان في جرة السميد شو الهم الازرق هذا ياسر ياسر العقل تعرف ياسر 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 بصراحة والله شيء كوخ الراس ضربوني يا اخوي على السميد ضربوني يا ودي الغريبة من سميكة الغريبة هنا المواطن كل شيء عندي هولك بالخبز التونسي ياكل الخبز بصراحة ياكل ريت الكسكسي على الحق نقول على روح نعم نتبنى الماكلة كان بالخبز يا ودي حديد الكسكسي تاكل بالخبز المقارونة تاكل بالخبز حتى الجيزة دخلوا فيها الخبز والله يلوهم بعده فاهني تيجي ثم شكون كعب شراب ياكل عليها خبز سير شوي وعي ريت الشعب اما زاد المواطن زاد النقار زاد شوش ياكل تو تنحي له الخبز تنحي له كيلو فلفل وصل ل 4000 الكرونة يا ودي فصلك ليا اتعدى وامشي يهدي كرمك اش مش ياكل يا نقار يا رجعش يعملش كي جماعة الصين يصطاد الخفافش مش ياكل يا ودي اخوي ازمة هذه ازمة الناس كل واحد ياكل على فمه الله يقدر اللي كاتبك ربي تو تاكله الله يقدر انت زاد تحل فيلم ما يعرفوكش حاجة انت تو تاكله ايش تعمل ايش تعمل والله مش في وجه قسما بالله الناس كلها تشكر فيه قالوا لي ثم ثم اخوي النقار اعطيني هنقول لك انت علي بالله كنت تحج حاجه اخرى قلت لا جت الكورونا كذا قلت لعل في اخي هاي تسكرت هاي الفلوس مخبي غادي ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله بقدرة الله الله يجعلك تلقى في صحتك ما يحبوش يفهموا ما يفهموش والله شيء غريب في العباد العباد ما عادش تتمنى يا اخوي من اول والله قال تقول لهم راني حاج بيت ربي مش نعاود بالثانيه وباقي شدي بثمي كيما نقول لك ما عنديش ما عندي ما يفهموش ما يفهموش والله العظيم مش في وجهك كيما قلت لك انا قار قسما بالله انت من عندك لا زيد لا ناقص ما تعرفني لا نافق لا حتى شيء يا منور يا منور ريت هي كيجيني واحد كلو جاي هكا ويحكي معاه وكاين حتى يفهمني ونفهمه ويقتنع اش بيك انت صدقت علاش خطراش واعي سبحان الله راه الانسان الواعي باين من وجهه فيه قلت له في وجهك راه نقول لك فيه قلت له ما ثماش سميد ما ثماش ما ثماش علاش تعبوا فيه ما قلتليش تضحك على جهتي نسيتي تو شدتني في الحديد على جهتي ني معناتها الحق بتاع ربي يا نقار يا خويا يا ودي ما تحشمش حاجتك بفلوس لا لا نعطي الخوي يرحم ما بيناتنيش لا جيتك على حاجه اخرى الدلو ايش تحب برجوليه ايه يتكلم يا منور تو بيناتنا هنا رانو خيه برجوليه ايه جيتك على طرف سميد طرف سميد سميد يرحم والديك نهار مشوم على هالمتين نهار مشوم ومغلق على عروسكم وعلى السميد بتاعكم يا اخي مش كنت احكي لك تو ايش كنت مفهم فيه يا نقار والله المراه والله المراه طردت لي بالدار قالت لي راجل طولك طولك معناتها ما نجيبش حتى باخو فارينا ما نجيبش ايش نعمل لك ومش نشم والله شوف لي حتى مش شويه سميد والله ما عندي حتى هاك شكاره صغيره يا نقار رحمة بابا الى نتكسب ما نجمش ارجع للدار بغير سميد يا نقار ربي قلت لك ما عنديش راه جهرب يا نقار انا جيران وراس سيدي عباش لا نتكسب حالك جهرب يا نقار والله لا نجم نروح للدار هاك شو نعمل لك ما عنديش سميد يا نقار خويا شويه سميد مش نجيبهولك جهرب حتى شكيره حتى شكيره ربي كنت حد فيك تو حتى شكيره شكيره مين باش يجيبها لك خويا نقار نهار مشوم اليوم على السميد لا ندمهم على السميد والله ما عندي يا نقار خويا شويه شويه سميد ووو ووو على السميد ووو انا خايف ووو على السميد ووو ووو على السميد 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 احبني على السميد احبني على السميد احبني على الفارينة احبني اجنتوني احبني نندبهم عليكم انهار مشوم على السميد انهار مشوم على الفارينة احبني 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 يزيك فيروسكم احبني احبني شكونها هكا يلاتي هلو اه مرحبا سيد النايب يا بيت الحمد لله هي 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 ثم سميد ولا فارين عندي الزوز عندي الزوز سميد وفارين حاضر سيد النايب حاضر هيا ابعث الكهرباء اما اقول له خلي يدخل من تالي طوي عبوله الجماعه تانا سيد النايب باهي تستحق اي حاجه موجودين حاضر سيد النايب باهي